وفاة اللغوي الأخفش الأكبر، إمام في علم اللغة العربية، ولد بهجر بالبحرين وسكن البصرة، يعتبر الأخفش أول من كتب تفسير الأشعار بين السطور. من طريف أخباره أنه وقف على إعرابي يريد الحج فاستقرأه من القرآن الكريم، فقال الإعرابي: فإن كنت قد أيقنت أنك ميت وأنك مجزي بما كنت تفعل، فكن رجلا من سكرة الموت خائفا ليوم به عنك الأقارب تشغل. فقال الأخفش: ليس هذا من القرآن. وقرأ له: وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فقال الإعرابي: هذه أخت التي تلوتها، إلا أنها لم تنتظم لك بعد.